الإخوان مسألة ديال المنتخب المغربي، وهل نملك فعلا منتخبا قويا؟ هنا أود أن أشير أنه تاريخ الجامعة المغربية منذ التسعينات إلى الآن هو تاريخ البحث عن النتائج كيفما كان نوعها، البحث بأي وسيلة ممكن أن ألجأ إلى المحترفين فقط من أجل حق نتيجة ظرفية، ليس هناك بناء قاعدي من أجل نبحث عن نتائج مستقبلية. بدليل الكل يعرف بأنه الجامعة يعني قدمت مساعدة كثيرة للأندية المغربية أجل المشاركة في كأس إفريقيا، 5 أندية شاركت في كأس إفريقيا، هذه الأندية شاركت في مباراة إفريقية وليس في مباراة أوروبية، مجمل هذه اللاعبين يعطيه واحد الرقم 80 لاعب مغربي اللي كانت يشارك في المنافسة الإفريقية، نكتفيو فقط بالوداد والمغرب الفاسي والرجاء اللي وصلوا لدور المجموعات ووصلوا للنهاية، واحد 50 لاعب، تكونت لك واحد الكتلة ديال اللاعبين اللي قدروا أنهم يشاركوا في المنتخب المغربي وعندهم دراية بالطقس بالأجواء الإفريقية وما غاديش يشتكي لك من الرطوبة أو شيء من القبيل. هذا تم تجاهل كل هذه العناصر هذه، وما عرفش أنا شنو هذا اللاعب المحلي شنو خصو يثبت باش أنه يحظى بالثقة ديال الجامعة ولا يعتبر المدرب هو المكلف. أكثر من ذلك أعطيك مثال، وهنا غادي نحصر مثال في واحد وغادي يسرع على جميع اللاعبين، أنس الزنيجي حارس المغرب الفاسي فاز بالنهائي وصل بالفريق إلى النهائي، صد ضربة الجزاء أمام الفريق التونسي وسجل بدوره، هل ماذا يريد أن يثبت هذا اللاعب من أجل أن يكون ضمن المنتخب المغربي؟ حصل هذا الأمر طيلة 12 سنة، وهنا أحيلك على سنة 2000 كانت فرصة أن حضور كأس إفريقيا بنيجيريا، الكل كان يسأل من ناحية الجمهور والصحافة النيجيرية يسألون أين هم لاعب الرجاء الذي فاز بكأس إفريقيا 99 وشارك في كأس العالم الأندية، في حين كان اللاعب الوحيد من البطولة المحلية وشارك مع الرجاء هو الشاذلي وكان حارسا ثالثا، أي أننا نستعين بلاعبين في أوروبا يأتون ليشتكون من الطقس كشلول، أتذكر سنة 2000 لم يستطع الجري ولم يستطع حتى التنفس، في حين لديك خزان من اللاعبين المغاربة بإمكانهم أن يلعبوا في البطولات الإفريقية ولن يشتكي أحد من هذا المعطى. وضيف إليك ما آخر، سمحت السي يصغي هذه القضية اللاعبين ترتيها أنت وتراها السي بودربلة، هناك رأي آخر كيقول لك راه ما بقيناش نتكنجوا اللاعبين، مجموعة العوامل ما بقاوش التيرانات المدن، وهذا ما نعطيك مثال، دابا جوج فرق كبار في المغرب اليوم الرجاء والوداد البيضاويين ما عندهمش ظهير ايسر، يعني مدافع ايسر، ملي مات زكريا الزروي الله يرحمه ملي حتى في السقاطه، جوج فرق كبار، عندك الجيش الملكي نفس الشيء، دابا هذا المدافع الايسر وهذه العمله واش نقرضت من المغرب وتمت الاستعانه بواحد يعني تجاوز وصل 34 سنه وما كيلعبش، ربما هذاك هو اللي كاين. انا استجامه اخشى ما اخشاه هو ان يصبح الجواز الاحمر جوازا للمرور الى المنتخب المغربي على حساب الجواز الاخضر، هذا هو الخطير، ان تؤهل لاعبين كما قال الاخوان لا يمارسون او مصابون على حساب لاعبين مؤهلين فقط لانهم يحترفون في الخارج، هذا يضعنا في سؤال خطير جدا. وفينا هو دابا الظهير الايسر دابا هنا في البطوله الوطنيه، انا جاي هذا المدافع الايسر، اعطيك اخر خبر هو نقرض هذا الخبر، وانه القنطاري دار واحد التصريح خطير جدا يقول بانه كاس افريقيا كانت فرصه له لاستعاده لياقته البدنيه من اجل الالتحاق بفريقه، هل تتصور انه لاعب سيتكلم بهذا الامر؟ اذا 12 سنه من اعتماد على اللاعب الاجنبي بشكل كامل جاء الوقت للتغيير. سمع بسلوك هذا المنهج هذا في طريقه تدبير المنتخب واعتراف ضمني منها بضعفها او سوء تدبير هذه البطوله، لانه كان تدبير جيد ما يمكن الا اعطي البطوله قويه. انا يطرح السؤال امام من خسر المغرب في كاس افريقيا؟ هل خسر امام تونس؟ ابدا، خسر امام الترجي والافريقي. من كان يفوز بالكؤوس الافريقيه الماضيه؟ هل مصر؟ ابدا، الاسماعيلي الاهلي والزمالك، عندهم بطوله قويه محليه ومتمرسون على الصعيد الافريقي يخوضون مباريات افريقيه. امر اخر وهو انه حتى في التخطيط ديال الدخول المنافسه هناك تخطيط، اعطيك مثالا فرنسا بغات تلعب الالعاب الاولمبيه في 2008 من الاول قالت بانه غادي الحد الاقصى ديال الميداليات هو 35 ميداليه، جابت 40 ميداليه. بطوله العالم 2003 لالعاب القوى قالت بانه غادي يربح 7 ميداليات، جابت 9 ميداليات. ما نلاحظ عندنا نحن غيريتس المره الاولى تيقول بانه ناخذ اللقب، من بعد خسر المباراه الاولى ولا تيقول غادي ندوز للدور الاول، موراها ولا تيقول لك غادي نفوز على النيجر، موراها ولا تيقول غادي نمشي نشوف بالهند تيلعب في فرنسا مع مونبولي. الان تطرحوا ثلاثه الاسئله باش ندخلوا تلقى المشاهدين، شنو واش غادي نوقفوا امام البكاء على الاطلال ام امانا غادي نطرحوا حلول ونحاولوا ندبروا هذه المرحله هذه وهذه الازمه هذه، لانه طبيعتنا ما يمكنش انه غادي نوقف هذه المرحله هذه ونكتفوا في الايدي ونعاودوا نفس الاسطوانه تجشطر من 2009 حتى لدابا.